بعض الناس هدانا الله وإياه منو مجبور تطيع الله سبحانه وتعالى أكبر هداية تعطوك هكذا تعطوك يلقاك يتطير يتشائم يعني دائما يظن أن المصيبة قريبة تأتي جون كا قوان مين بطنول من الله نوع تكتها مين ويبوي من الله نوع بيشان شاكنا من كار لاي يعني مثلا يرى أكرمك الله كلب أسود أو غراب أو طير هكذا يقول أو هذه مصيبة تأتي اليوم دو جي جي كي شاك ماو رو سح أي رو كي سح بأسي ناموي دائم مين كاك تم رو هاو مجد أي جد دي هاو دي هاو كي جي رو من الله دائم مين كاك كاك لان كم بي شاك شاك وهذا كثير عند الناس هاو رو مين كي جي رو مو دمان كاك لان كم لان رو رجله اليسرى إذا فيها شيء من التلميل أو شيء من هذا يقول اليوم مصيبة تأتي. كان كيفين كان أنا بيموي دلوقتي شوي شوي ربك ركوا مين كان مين ركوا مين أي من أو لو كان شوي شوي كده نيك مين مين بيموي كان ما تم بي شاك شاك نيك دائما أو سمعت أو يسمع بعض الأصوات يتطير منها يسمع صوت الحمار أكرمك الله يقول اليوم تأتي مصيبة. أو يتطير ببعض الأشخاص يقول هذا الإنسان هذا مشؤوم هذا لا يأتي إلا معه المصائب كلها ដោយ ត្រង់ តែ ប្រោះ នឹង ម្ចាស់ គេ ថា នេះ គឺ ជា មនុស្ស ដែល មាន បំណុល មិន ល្អ មនុស្ស នេះ បើ កាល ណា មក ហើយ គឺ អត់ បាន នាំ អ្វី ក្រៅ តែ ពី អ្វី អ្វី អត្រក់ មក ជាមួយ នឹង ទេ هذا من الشرك អំអស់ នឹង គឺ វា ស្ថិត នៅ ក្នុង ចំណោម កាន ពុ ជារិក هذا حال المشرك المنافق នេះ គឺ ជា លក្ខណៈ របស់ អ្នក ធ្វើ ជារិក តែ កាវី الموحد لا يتطير الموحد دائما يتفاءل كما كان النبي عليه الصلاة والسلام ما علاقة الطير ما علاقة الأشخاص ما علاقة الأرقام بما يحدث لك بعض الناس يقول أنا لا أمشي في هذا الطريق لا ألبس هذا الثوب يريد يتزوج في يوم كذا يقول لا تزوج في يوم الأربعاء مثلا جريب كان ثنائي ناموي كبن تاي كي بان كتها كي من ريب كنو ثنائي نوتي وجه آدو كي ثنائي أربعاء كي من أي ريب كان بان تي هذه الأشياء تراها تسمعها لا علاقة لها بعلم الغيب بما سيقع رين تك أهني دان بان دان جين تك أهني بان لين كي بيك مين توكل على الله لا ترجع لا تعتمد على هذه الأشياء نعم